قصة هذا اليوم سأرويها غريبة، فهي ساخرة ومضحكة إلى حد الإحساس بالغبن والحسرة والقهر. هي قصة حدثت في بلاد أصبح أهلها يتميزون بالوعي والإدراك والشجاعة حتى شملت كل فئات الشعب. القصة للكاتب التركي الساخر عزيز نيسل. يحكى أن بقرة أرادت مقابلة السلطان، فجاءت تركض إلى باب القصر وقالت لرئيس الحرس: أخبر السلطان بأن بقرة من شعبه تريد مقابلته. أراد الحراس صرفها وإبعادها عن القصر، لكنها تعنتت وبدأت تخور. لا أخطو خطوة واحدة من أمام الباب حتى أقابل مولاي السلطان. أرسل رئيس البوابين للسلطان يخبره بأن بقرة من رعيتكم تطلب المثول أمامكم. أجاب السلطان: ائذنوا لها بالدخول لنسمع شكواها ونقضي حاجتها. فلما مثلت البقرة أمام الملك قالت: يا مولاي السلطان، سمعت بأنك توزع أوسمة، أفلا تفضلتم بمنحي وساما يكون اعترافا منكم بخدماتي وفخرا لي أمام العالم؟ تعجب السلطان وصرخ في وجهها: بأي حق تطلبين الوسام؟ وماذا قدمت للوطن والمواطنين حتى تستحقين هذا التتويج؟ قالت البقرة: إذا لم أعطى أنا وساما فمن يعطى؟ تأكلون لحمي وتشربون حليبي وتلبسون جلدي، حتى روثي لا تتركونه، بل تستعملونه في الفلاحة وإشعال النار وأشياء أخرى. أتنكرون علي كل هذا من أجل وسام؟ وجد السلطان أن البقرة على حق، فأعطاها وساما من المرتبة الثانية. علقت البقرة الوسام في رقبتها وانصرفت، وبينما هي عائدة من القصر ترقص فرحا بتتويجها إذ التقت بالبغل الذي استغرب من إبداء فرحها ونشاطها، فقال: مرحبا يا أختي البقرة. ردت البقرة: مرحبا يا أخي البغل. قال البغل: ما كل هذا الانشراح؟ من أين أنت قادمة؟ شرحت البقرة كل شيء بالتفصيل، وعندما قالت أنها أخذت وساما من السلطان هاج البغل وامتعض، وبهياجه بدأ يضرب الأرض بحوافره الأربعة وقصد قصر السلطان. وعند باب القصر أخذ يصرخ: أريد مقابلة مولانا السلطان. قال الحراس: ممنوع. إلا أنه وبعناده الموروث عن أبيه الحمار أبى التراجع عن باب القصر، فنقل الحراس الصورة إلى السلطان. قال السلطان: البغل أيضا من رعيتي، اسمحوا له بالدخول. مثل البغل بين يدي السلطان، ألقى سلاما بغليا، قبل اليد والثوب، ثم قدم طلبه يريد وساما. فسأله السلطان: ما الذي قدمته حتى تستحق وساما أنت أيضا؟ قال البغل: يا مولاي، ومن ذا الذي قدم أكثر مما قدمت؟ ألست أنا من يحمل مدافعكم وبنادقكم على ظهره أيام الحرب؟ ألست أنا من يركب أطفالكم وعيالكم على ظهره أيام السلم؟ ألست أنا من يحمل متاعكم وأثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس؟ لولاي ما استطعتم فعل شيء. رأى السلطان أن البغل على حق، فأمر بمنحه وساما من المرتبة الأولى لتفانيه في خدمة البلاد والعباد. وكما فعلت البقرة، فقد علق البغل وسامه في عنقه ثم انصرف فرحا مفتخرا بما توج به. وبينما كان البغل عائدا من القصر يتبختر في مشيته بحوافره الأربعة ورأسه مرفوعا إلى الأعلى وهو في حالة فرح لا توصف، إذ التقى بالحمار. خطبه الحمار: مرحبا يا ابن الأخ. رد عليه البغل: مرحبا أيها العم. قال الحمار: أراك على غير عادتك في غبطة وانشراح، من أين أتيت وإلى أين أنت ذاهب؟ حكى له البغل حكايته بالتفصيل، وكيف أنه حصل على وسام من الدرجة الأولى.
حينها قال الحمار: ما دام الأمر كذلك سأذهب أنا أيضا إلى السلطان لأحصل على وسام. ركض الحمار بحوافره الأربعة يدك الأرض دكا حتى وصل إلى باب القصر. أخذ ينهق بأعلى صوته يريد مقابلة الملك. حاول حراس القصر منعه من الدخول، لكنهم لم يستطيعوا صده من التقدم نحو باب القصر. فذهبوا إلى السلطان وقالوا له: مواطنكم الحمار يريد مقابلتكم، هل لا تفضلتم بقبوله أيها السلطان؟ فقد ملأ الدنيا نهيقا. دخل الحمار إلى قصر الملك، فلما مثل أمام السلطان سأله بتعجب: ما الذي جاء بك إلينا أيها المواطن الحمار؟ قال الحمار: جئت إليكم بعدما رأيت فخامتكم توزعون الأوسمة على الأبقار والبغال، وأردت أن أتوج أنا أيضا بوسام. فقال السلطان وقد كاد أن يسعق: البقرة تنفع الوطن والرعية بلحمها وحليبها وجلدها وروثها، وإذا قلت البغل فإنه يحمل الأحمال على ظهره في الحرب والسلم، وبالتالي فإنه ينفع وطنه، فماذا قدمت أنت حتى تأتي بحمرنتك وتمتل أمامي دون حياء وتطلب وسامة؟ ما هذا الحمق الذي أصابك؟ نحنح الحمار وقال مسرورا: حفظ الله مولاي السلطان، إن أعظم الخدمات هي تلك التي تقدم إليكم من مستشاريكم الحمير، فلو لم يكن الألوف من الحمير مثلي في مكتبكم أفكنتم تستطيعون الجلوس على العرش؟ هل كانت سلطتكم تستمر لولا الحمير؟ وكذلك لو لم تكن رعيتكم من الحمير فمن ستحكمون؟ عندها أيقن السلطان أن الحمار الذي أمامه على حق، ولا يمكن إلا أن يتوج، وليكن تتويجه مميزا. فقال له: أيها المواطن الحمار، ليس عندي وسام يليق بخدماتكم الجليلة، لذا سوف آمر بأن تفتح لك خزائن الإسطبل لتغرف منها كما يغرف غيرك من الحمير. انتهت القصة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والنقر على الإعجاب ليصلكم كل جديد. في أمان الله.